الدرس الثالث، وهي بمنتهى البساطة الفكر البيئي في حضارات الشرق القديم. بلاد الشرق القديم تحتوي على حضارتين هنتكلم عنهم. الحضارة الأولى هنسميها الحضارة المصرية القديمة، الحضارة الثانية هنسميها الحضارة الصينية. يبقى بلاد الشرق فيها كم حضارة؟ اثنين، حضارة مصرية وحضارة صينية. هتقول بمنتهى البساطة المصريين القدماء استغلوا البيئة. طب لماذا المصري القديم استغل البيئة؟ الإجابة بمنتهى البساطة لكي يستطيع بناء حضارتهم. يبقى المصريين القدماء استغلوا البيئة لبناء حضارتهم. وبالرغم من ذلك كانوا يقدسوها. يبقى المصريين القدماء كانوا يقدسوا مين؟ البيئة، ويحافظوا عليها كوسيلة للتقرب إلى الآلهة. يبقى المصري القديم كان يقدس البيئة ويحترمها كنوع من أنواع التقرب إلى الآلهة. يبقى المصري القديم عمل حاجتين، استغل البيئة الطبيعية ليبني عليها حضارته، زي عمل المصري القديم عمل بحضارته كلها على حاجة اسمها الحضارة الزراعية، ضفاف نهر النيل. يبقى هو كده استغل البيئة لبناء حضارته، بس في نفس الوقت كان يقدس نهر النيل. يبقى معنى كده ان هو استغل الطبيعه او البيئه الطبيعيه وكان يقدسها. ايه دليلك؟ الدليل الاول عند المصري القديم، اثنين ثلاثه اربعه. الدليل الاول كتاب يسمى كتاب الموتى، وكتاب الموتى يعتبر اقدم كتاب مصور عرفته البشريه. يبقى كتاب الموتى يعتبر اقدم كتاب مصور عرفته البشريه. طب الكتاب ده كتاب مصور، يعني جواه مجموعه ايه؟ صور. كان المصري القديم عمل مجموعه صور انه بيحترم جميع الكائنات الحيه كنوع من انواع التقرب للالهه. يبقى اول دليل ان المصري القديم كان يقدس البيئه، واحد كتاب مين؟ الموتى. واحد كتاب الموتى. طب ما هو كتاب الموتى؟ هو اقدم كتاب مصور عرفته البشريه. ما كتاب الموتى؟ اقدم كتاب مصور عرفته البشريه. وضع فيه مجموعه صور بيدل انه بيحترم جميع الكائنات الحيه كنوع من انواع التقرب للالهه. تاني حاجة بتدل ان المصري القديم يحترم الطبيعة الطبيعية حاجة اسمها تعويذة البراءة، والمصري القديم كان بيسميها اعلان المتوفي. طب ما هي تعويذة البراءة؟ المصري القديم كان مؤمن بفكرة البعث والخلود بعد ما الموت هيصحى والالهة تحاسب ويقعد يكلمها، فكان بياخد معاه برضية ملفوفة كده بيسميها تعويذة مين؟ البراءة. كان بيخاطب فيها المصري القديم الالهة العظيمة، وكان يبدا كلامه بالسلام عليك ايها الاله العظيم. استنى، يبقى تعويذه البراء او اعلان المتوفي كانت تبدا خطاب المصري للالهه، السلام عليك ايها الاله العظيم، السلام عليك ايها الاله العظيم، انني احترم جميع الكائنات الحيه، انني احترم جميع الكائنات الحيه، فلن احرم الماشيه من عشبها. اول نقطه، يبقى المصري بيحترم كل الكائنات الحيه كنوع من انواع التقرب للالهه، فلم يحرم الماشيه من عشبها، ولم يصنع افخاخا لعصافير الالهه، ولم يصطاد السمك، لم يصطاد السمك من بحيرات الالهه، ولم يبني سدا امام ماء جاري، لم يبني سدا امام ماء جاري، ولم يطفئ نارا متاججه، يعني لم يطفئ نارا مولعه، ولم يمنع المياه في موسمها اللي هو موسم الفيضان. يبقى النص القديم كان يقدس البيئه الطبيعيه ويحترمها كنوع من انواع التقرب اليها، وده كان واضح في تعويذه البراءه او حاجه اسمها اعلان المتوفي اللي كان فيها النص القديم بيخاطب الالهه العظيمه، وكان بيقول لها السلام عليك ايها الاله العظيم، انني احترم جميع الكائنات الحيه، فلم احرم الماشيه من عشبها، لم اصنع افخاخا لعصافير الالهه، لم اصطاد السمك من بحيرات الالهه، لم ابني سدا امام ماء جاري، لم اطفئ نارا متاججه، ولم امنع المياه في موسمها، فانني احترم جميع الكائنات الحيه كنوع من التقرب للالهه. المصري القديم ما كانش بيذكر، كان بياخد صور الطبيعه. يبقى المصري القديم كان بياخد صور مين؟ الطبيعه، كرموزا للالهه. والدليل على كده المصري القديم كان بيعبد الشمس، يبقى دي صوره من صور الطبيعه، وكانت تعتبر مصدر للديانات المصريه القديمه. يبقى معنى كده ان المصري القديم اعتمد على صور الطبيعه كرموزا للالهه ومصدر للديانات المصريه القديمه. مش بس كده، ده المصري القديم كان يقدس نهر النيل. يبقى المصري القديم كان يقدس ايه؟ نهر النيل، وكان يقوم بالغناء والاناشيد والتراطيل لنهر النيل. ومعنى كده انه كان بيعتبر، المصري القديم بيعتبر النيل ده في منزله الالهه او الهه بمعنى ادق، وكان بيعملوا احتفالات واعياد ومناسبات. يبقى معنى كده ان المصري القديم
استغل البيئة الطبيعية لبناء حضارته، بس في نفس الوقت كان يقدسها. طب ازاي كان بيقدسها؟ من خلال كتاب الموتى وتعويذ البراءة، وانه خد صور الطبيعة والموسى من اهلها، وكان يقدس نهر النيل. يبقى الحضارة المصرية القديمة عملت كام حاجة؟ أربعة. يبقى الحاجة الأولى كتاب الموتى، وهو أقدم كتاب مصور عرفته البشرية. يبقى ما هو كتاب الموتى؟ أقدم كتاب مصور عرفته البشرية. وضع فيه مجموعة صور، كنوع من أنواع الاحترام للطبيعة، كنوع من أنواع التقرب للآلهة. تعويذة البراءة أو إعلان المتوفي، والتي تبدأ بالسلام عليك أيها الإله العظيم، إنني أحترم جميع الكائنات الحية كوسيلة للتقرب للآلهة العظيمة، فلم أحرم الماشية من عشبها، لم أصنع أفخاخا لعصافير الآلهة، لم أصطاد السمك من بحيرات الآلهة، لم أبني سدا أمام ماء جاري، لم أمنع المياه في موسمها، ولم أطفئ نارا متأججة. فهو يحترم جميع الكائنات الحية. المصري القديم خد صور مين؟ الطبيعة، رموزا للآلهة ومصدر للديانات القديمة. الحضارة المصرية القديمة كانت تقدس نهر النيل، دي كانت دور المصريين القدماء في احترامهم للطبيعة. يبقى المصري القديم استغلها وكان يقدسها، وده واضح في كتاب الموتى تعويذة البراءة، وكان بياخد صور الطبيعة رموزا للآلهة ومصدر للديانات، وكان يقدس نهر النيل. في نفس الوقت كان في عندنا البيئة أو فلسفة البيئة في الحضارة الصينية. الصينيين القدماء اعتبروا البيئة الطبيعية بكلمة الطاو. يبقى كلمة البيئة عند الصينيين تساوي كلمة الطاو. طب ما هي الطاو؟ الطاو في اللغة الصينية هي عبارة عن المبدأ والأساس، المبدأ والأساس الذي تأتي منه كل الأشياء الطبيعية. يبقى جميع الكائنات الطبيعية تأتي من حاجة واحدة. طب معلش، ما هي الكائنات الطبيعية؟ هم إنسان، ألف، نبات، نون، حيوان، ح، مفيش كائن حي تاني. كل كائن طبيعي إنسان، حيوان، نبات وما يوازيهم. فهم بيقول لك إن الإنسان والحيوان والنبات يأتوا من أساس واحد ومبدأ واحد. طب ده معناه إيه؟ ده معناه إن الطاو بتعني إن جميع الكائنات تأتي من حاجة واحدة. يبقى لو جه لك في الامتحان أذكر جوهر العلاقة بين الكائنات الحية داخل الفلسفة الطاوية. يعني ما أساس العلاقة بين جميع الكائنات الحية جوه الفلسفة الطاوية؟ هتقولي الكلمة دي. كلمة مين؟ المساواة. مساواة الإنسان مع جميع الكائنات الحية. يبقى العلاقة بين الإنسان والنبات والحيوان علاقة مساواة. السبب لأنهم يأتوا من أساس واحد. زي بالظبط أنت وأخواتك في الأسرة. أنت وأخوك وأختك كلكم بالنسبة للأب والأم حاجة واحدة. العلاقة بينكم علاقة مساواة، بيحبوكم زي بعض، لأن كلكم تأتوا من حاجة واحدة. نفس الفكرة عند الطاويون. قالك إن الإنسان والحيوان والنبات يأتوا من حاجة واحدة، والدليل على كده كلمة مين؟ الطاو، التي ذكرها الصينيين إنها المبدأ والأساس الذي تأتي منه كل أشياء الطبيعة. يبقى كل ما يوجد في الطبيعة يأتي من أساس إيه؟ واحد. يبقى العلاقة اللي بينهم علاقة مين؟ مساواة. خد بالك، في تعريف تاني لكلمة الطاو. يبقى التعريف الأول للطاو هو المبدأ وإيه؟ والأساس الذي تأتي منه كل الأشياء الطبيعية. وراح اقول لك ايه بقى؟ والطاو ده تعريفكم اتنين هو القانون الطبيعي. يبقى الطاو عباره عن مين يا اولاد؟ القانون الطبيعي، وعباره عن الكيان الذاتي لكل شيء. يعني الطاو يقصد بقى قانون الطبيعه والكيان الذاتي لكل شيء. يبقى الصينيين القدماء لما جم يتكلموا على البيئه الطبيعيه، البيئه الطبيعيه سموها بكلمه الطاو. وما هو الطاو؟ هو المبدا والمقلب الذي تاتي منه كل الاشياء الطبيعيه. ما هو الطاو؟ المادة والمال الذي تأتي منه كل الأشياء في الطبيعة. يعني الإنسان والنبات والحيوان يأتوا من حاجة واحدة. عشان كده جوهر العلاقة بين الكائنات الحية هي علاقة مساواة، مساواة بين الإنسان والنبات والحيوان. والإنسان لا يتعدى على جميع الكائنات الحية بحجة إن هو الأرقى والأقوى، فيجب على الإنسان أن يتناغم في الحياة مع النبات وإيه؟ والحيوان. عيد تاني عشان الكلام كتير. جوهر العلاقة بين الكائنات الحية جوه الفلسفة الصينية القديمة اللي هي الطاوية هي علاقة مساواة، فالإنسان يتساوى مع النبات والحيوان، وإن الكل يعيش في تناغم وتوازن. إيه دليلك؟ دليل إن هم قالوا لك إن طاو معناها المبدأ والماء الذي تأتي منه كل الأشياء في الطبيعة. عشان كده قال لك في كتاب المدرسة إن الطاويون أول ناس في الدنيا عملوا حاجة اتنين تلاتة. الطاويون أول وأفضل من استبصروا الضرورة في العالم. استبصروا ان العالم ده محتاج لضروره. طيب يعني كلمه استبصروا؟ يعني هم كانوا شايفين حاجه كده العالم مش شايفها في العصر بتاعهم. الكلام ده كان قبل ميلاد. استبصروا الضروره. طب ايه الضروره اللي استبصروها؟
ان الكل، الكل هنا عايد على الانسان والحيوان والنبات، ان الكل يعيش في حال التناغم وفي حال التوازن. يعني كل الكائنات تعيش متناغمه متوازنه، ويجب على الانسان الا يتعدى على جميع الكائنات الحيه الاخرى. والحاجات دي اللي ظهرت دلوقتي هم دعوا عليها قبل الميلاد، قال لك ان يجب على الانسان والنبات والحيوان ان يعيشوا مع بعض. عشان كده الطاويون قالوا بالترابط بين الاشياء كما انهم قننوا حدود الطبيعه. يبقى الطاويون قننوا حدود الطبيعه، قالوا بالترابط بين الاشياء، وقالوا او استبصروا الضروره. استبصروا الضروره، ايه الضروره اللي هم استبصروها؟ استبصروا ان العالم محتاج لحاجه مهمه، ان الكل يعيش في تناغم وتوازن، وقالوا بالترابط بين الاشياء، وقننوا حدود الطبيعه. السنين القدماء كان على راسهم واحد اسمه لاوتسي، وده كان بيخاطب الانسان، ده اخر واحد في الحضاره الصينيه، ده اخر حاجه في الدرس بتاعك. جه لاوتسي كان بيخاطب الانسان ويحذره ان هو لو تدخل في الطبيعه سوف يؤدي لخرابها، لان البيئه الطبيعيه مقدسه ولا يمكن تغييرها. طب قال ايه لاوتسي كده بسرعه؟ لاوتسي قال لك ايه؟ بيخاطب الانسان لاوتسي ويقول له ايه؟ اتحسب انك قادر على تولي العالم وتحسينه؟ انا لا ارى ذلك ممكنا. اتحسب، هو بيخاطب الانسان، لاوتسي بيكلم البشريه، اتحسب يا انسان انك قادر على تولي العالم وتحسينه؟ انا لا ارى ذلك ممكنا، لان العالم مقدس ولا يمكنك تحسينه او تغييره، ولو حاولت يا انسان ان تتدخل في البيئه الطبيعيه فهذا يؤدي لخرابها. وكان ذلك اول تحذير مبكر للانسان، انه لو تدخل في البيئه الطبيعيه هذا يؤدي الى خرابها بمنتهى البساطه. يبقى لاوتسي كان بيخاطب الانسان ويحذره انه لو تدخل في البيئه الطبيعيه فهذا يؤدي الى خرابها. كده الحضاره الصينيه والحضاره المصريه. توفيق ان شاء الله.